بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز على بركة الله وحفظه، على تلجنا عن انطلاقة شوط بقول من انطلاقات الخير والبركة. شبه في المركز الأول محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي، بينما اللي في المركز الثاني ظن صبح بن حميد بن مطر اليابري، وفي المركز الثالث هناك اللي في المركز الثالث أيها الإخوة اللي في المركز الثالث، بينما اللي في المركز الرابع هناك العزرة سالم بن نمعة بن مانع الغويص، بينما اللي في المركز الخامس هناك شوهين راشد بن سعيد بن هلال الخاطري. هكذا كانت النتيجة، على ما ظل مسري، بن سيف بن نايع بونواس هي اللي في المركز الأول، ما خان به التعبير. النقلة هناك على شبه محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي ثاني المراكز، بينما اللي في المركز الثالث العزرة وصلت سالم بن يمعة بن مانع على غويس. المركز الرابع هناك من تاتي حشيمة سالم بن سعيد بن سيف بن حسين. هكذا كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالهو التمام. هكذا كان الوصف التفصيلي. الله يا شبه، ولكن العزرة ما شاء الله تبارك الرحمن يا بن مانع، حفظها الله ورعاها. هذه البكرة الجميلة، هذا الاسم، اسم العزر يا ما صال يا ما جال. الله يا بن مانع، سالم بن يمعة بن مانع الغويص من يقدمها على المركز الأول بدون أي توامر. مذخورة لأصحاب المواقف. سلام المركز الثاني للسيد سالم سعيد بن حسين. المركز الثالث سري بن سيف بن واسع. المركز الرابع محمد بن احمد الدنه. وفي المركز الخامس شعر بن علوان. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه 2:16:50 جزء من الثاني. تهانينا وانام.